بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب الخامس والخمسين، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني من شدة الاضطراب، فتن فيها اضطراب شديد وعدم هدوء وتشويش واختلاف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الخمسين بعد الأربعمائة والسبعة آلاف، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية، قال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف لجريء؟ يعني كنت جريء على أن تسأل النبي في أشياء كنا لا نسأله عنها. قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ سؤال برضو مهم، لأن الباب إذا كسر يبقى معناه لا ينغلق، أما إذا فتح وهو سليم ممكن ينغلق، فهمت؟ قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر، معناها تستمر، معناها أنها تستمر، لا ينغلق باب الفتنة إلى أن تقوم الساعة. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، لأنه حيكسر يبقى أحرى ألا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. يعني عمر هو باب الفتنة، طول ما عمر عايش باب الفتنة مغلق، يكسر يعني يقتل، فهمت ازاي؟ فإذا مات عمر انفتحت أبواب الفتنة، مقتل سيدنا عثمان وسيدنا علي، آل البيت، انتهاك حرمة مكة وانتهاك حرمة المدينة، كل ده أيام يزيد، واختلاف المسلمين، والمقاتل اللي عملها الامويين، ثم المقاتل اللي عملها بعد ذلك بني العباس، واخد بالك، ثم باقي بعد ذلك الاتراك والترك وما فعلوه ايضا من مقاتل ومن مظالم، وهكذا الى ثم ينتهي بقى نهايه خلافه العثمانيين بتفريق المسلمين والاستعمار وما فعلوه في بلاد المسلمين من تفريق وشرذمه وادخال فتن وافكار غريبه على الاسلام إلى ما نحن فيه إلى يومنا هذا. الفتن مستمرة. فبيقولوا له، بيقولوا لسيدنا حذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، يعني عمر كان عارف إن هو باب الفتن، إنه قافل باب الفتن، إن هو قافل،
وكان عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره انه هيقتل يموت شهيد. قال نعم كما يعلم ان دون غد الليلة. يعني زي ما يعرف كده ان النهاردة قبل بكرة. يعني عارفها كويس قوي. فهمت بقى؟ النهاردة ولا بكرة؟ ايهما الاول؟ النهاردة طبعا الاول قبل بكرة. دي كل الناس عارفاها. زي ما كل الناس عارفة كده عمر كان عارف ان هو باب الفتن. ان هو الباب الذي يغلق الايه؟ الفتن. قال نعم كما يعلم ان دون غد الليلة. يعني الليلة اقرب من غد. هذه معنى الكلام. اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط. قال فهبنا ان نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق سله. فسأله فقال عمر. دي فايحة. هي دي غيب. كل الناس عارف عمر. ربنا ينجينا يا رب من سائر الفتن. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد نحو حديث ابي معاوية. وفي حديث عيسى عن الاعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد والاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة واقتص الحديث بنحو حديثهم. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب جئت يوم الجرعة. جندب شفتوا انتوا الجندبة الصبح هي دي الخنفسة يعني. يبقى جندب هو ذكر ايه الجندبة. جبنا لكم خنفسة ما حرمناكوش من حاجة. جبنا لكم خنفسة في مسجد الاشراف مخصوص عشان تعرف يعني ايه الجندب. قال جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله. قلت بلى والله. قال كلا والله إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تنهاني. ثم قلت ما هذا الغضب. فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة. ويوم الجرعة ده يبدو أنه كان يوم فتنة في الكوفة. يوم فتنة وإيه والتباس ومقتلة يعني بين الناس. باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يحسر يعني يكشف. حسر الثوب يعني كشف الثوب. يبقى يحسر يعني يكشف. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. دي كل دي علامات عشان تعرف لما تحصل ما تروحش انت تتخانق على الذهب ده بقى. يعني لما يحصل هذا وانت هناك جنب الفرات سيب اللي يجري يجري هتبقى مقتل عظيم. فاهم؟ يبقى النبي بيعلمك كيف تتصرف في المواقف. من كل 199 يموتوا. وعن أبي قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه
وزاد فقال أبي إن رأيته فلا إن رأيته فلا تقربنه. وعن أبي قال حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعن أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت أجل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. والأجم اللي هي يعني يعني القصور بتاعته أو البيوت بتاعته أو الحصون بتاعته. وعن أبي قال حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد قال حدثنا يحيى بن آدم ابن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها. يعني كأن حيبقى في خراب شديد في هذه البلاد بحيث أنه ما يطلعش ما يخرجش منها خير. خلاص الخير كله يمتص على الإسلام. فهمت؟ خلاص العراق الوقت حد شايف فيها خير. كان الناس زمان تروح تشتغل في العراق تكسب وأهل العراق مبسوطين وبيكسبوا كل الناس مبسوط. الوقت في العراق الناس بتفر منه. حتى أغنياء العراق تركوها فترة كبيرة وجم مصرين عشان مش عارفين يعيشوا في بلادهم الأغنياء. فما بالك الفقير؟ الفقير ضاع. منعت العراق درهمها وقفيزها. القفيز ده مكيال تمن مكاكيك. تمن مكاكيك. المكوك عبارة عن صاع ونص. المكوك صاع ونص. خد مني الموازين دي عشان تعرف اكتبها يعني عشان هتنساها. القفيز تمن مكاكيك والمكوك صاع ونص. يبقى معناها القفيز 12 صاع. لما تضرب 8 في 12 في 1.5 يطلع حوالي 12 صاع. مش كده برضو؟ والصاع قد ايه؟ تقريبا 2.5 كيلو. تقريبا 2.5 كيلو. يعني تطلع حوالي 30 كيلو جرام. يبقى القفيز حوالي 30 كيلو جرام تقريبا. ومنعت الشأم مديها ودينارها. وديها انت شايف الشام فيها خراب قد ايه. فلسطين تقريبا وخدها اليهود وخدوا كل خيرتها وسايبين الفتات لمستضعفي اهلها. وادي لبنان حرائق وفتن لا تنتهي في لبنان. وسوريا حدث ولا حرج.
والاردن مظاهرات الناس مش عارفه تعيش. ادي الشام، ما هو الشام ايام من الشام دي عباره عن الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كل ده اسمه الشام. ومنعت الشام مديها ودينارها، والمدي 15 مكوك، المدي 15 مكوك، تضرب ال 15 في ساعة ونص عشان تجيبه بالساعة، ما هو المكوك ساعة ونصف، يطلع حوالي 22 ونص صاع، يعني تقريبا 45 كيلو جرام. المدي غير المد، المد غير المدي، خد بالك، المد اللي هو ايه؟ ربع صاع، المد ده ربع صاع، الصاع اربعة امدد، لكن المدي غير المد، المدي ده 15 مكوك والمكوك صاع ونص، والصاع قلنا 2.5 كيلو، وعند الاحناف 3 كيلو كمان الصاع، عند الاحناف الصاع بتاع الاحناف هي 3 كيلو تقريبا. ومنعت الشام مديها ودينارها، يعني تفقد الشام ايه؟ زراعتها، لان الزراعات بتكال، ودينارها يعني اموالها، يعني يحصل فقر في هذه البلاد. ومنعت مصر اردبها ودينارها، ما بقاش فيها خلاص قمح، مصر بقى فيها قمح، مصر قاعده بتشحن القمح. الاردب، الاردب يا سيدي 24 صاع، الاردب 24 صاع، تضرب ال 24 في 2.5 يطلع حوالي 60 كيلو جرام. ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، عدتم فقراء كما بدأتم فقراء، عدتم متفرقين كما بدأتم متفرقين، عدتم أعداء كما بدأتم أعداء، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. باب في فتح، في فتح قسطنطينية، قسطنطينية اللي هي ايه؟ اسطنبول، وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق. الروم اللي هم مين؟ الاوروبيين والامريكان، اللي هو حزب الناتو الوقت، ادي الروم ينزلوا في دابق او الاعماق، يعني ايه؟ يعني جنب حلب، دي مواقع كده جنب حلب في سوريا، يعني احنا متوقعين ان حزب الناتو هيضرب في سوريا، لان مش عارفين يقضوا على النظام السوري الان بالدواعش لحد دلوقتي، فاحنا متوقعين قاعدين يهددوا، يقول لك هنضرب مش هنضرب، هنضرب مش هنضرب، ربما يضرب، ولو ضربوا يبقى دي ايه؟ خبر اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق. والروم اللي هم زي ما قلت لك، الروم في الاحاديث كلها هم مين؟ الاوروبيين والامريكان، هم دول الروم، الاوروبيين والامريكان، زي ما قلت لك يعني الان حزب الناتو. حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق، والاعماق ودابق موضعان موجودين بقرب حلب، وحلب دي موجوده في الشام في سوريا. فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا
من المدينة، يبقى كأن من المدينة يبقى معناه لما يكون ظهر بقى مين؟ المهدي. يبقى هيكون ظهر مين؟ المهدي. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم. كأن كان هيبقى قبل خروج هذا الجيش مقتلة بين الروم وبين المسلمين، ويسبوا المسلمين بعض الروم كويس أسرى يعني. فلما يجي الجيش ده الروم يقول لهم لا احنا مش عايزين نقاتلكم انتم، سيبونا مع اللي قتلونا الاول وسابوا منا، احنا اللي عايزين نقاتل دول. فهمت؟ فالأم الجيش التاني يقول ايه؟ لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. ينهزم يعني ايه؟ يعني يتراجع يفر. ينهزم يعني يفر، والفرار يوم الزحف من الكبائر، يعني يفر تلت الجيش. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا لانهم فعلوا كبيره وهي الفرار يوم الزحف، ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا. فيفتتح يعني ينتصر، لا يفتنون ابدا، فيفتتحون قسطنطينيه. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فاذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم. يبقى الجيش ده هيكون بقيادة مين؟ المهدي، لان عيسى ابن مريم هينزل. اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم، المسيح الدجال يعني نزل، وده قائد اليهود، واكثر من ينصره من يهود اصفهان ايران، اليهود الايرانيين عليهم الطيالسة كما اخبر صلى الله عليه وسلم. يبقى هم هيكونوا مشغولين هناك جنب اسطنبول، والايه والمسيح يجي من ناحية ايران، المسيح الدجال. فهمت؟ فيجي منادي ينادي يقول لهم المسيح ظهر خلفكم في اهليكم، هيفتن اهلكم، يرجعوا على الشام، وهم بيصلوا الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم عشان يقتل المسيح الدجال. فهمت؟ هيكون مر في الفترة دي حوالي 40 يوم. مر في الفترة دي ايه؟ من ظهور المسيح الدجال لنزول سيدنا عيسى 40 يوم. ينزل سيدنا عيسى يقتل المسيح الدجال ونخلص منهم بقى. وتقوم الحرب الكبيرة اللي بين المسلمين واليهود، فيقتل كل اليهود ولا يبقى على الأرض يهودي. واضح؟ فينهزم ثلث يعني ينهزم يعني يتراجعوا يفروا. ده تلت جيش المسلمين اللي هم مع المهدي. لا ابدا، هو جيش المسلمين هيبقى عباره عن ايه؟ بقياده المهدي، عباره عن جموع كثيره من الناس. فاول ما يشوفوا قوه الروم تلتهم يتراجع يخاف كويس، وتلت يصمد، والتلتين يصمدوا، يموت نصهم وينتصر النص التاني. يعني كأن تلت ينهزم وتلت يستشهد وتلت ينتصر. التلت اللي هيموتوا دول افضل الشهداء يومئذ. خدت بالك؟ ادي تقسيمة الجيش. جيش عبارة عن اتلات، تلت ينهزم يتراجع، وتلت يستشهد، وتلت ينتصر. هو الجيش اللي بقيادة سيدنا مين؟ سيدنا المهدي.
واضح؟ لحد ما يفتحوا القسطنطينية، لأن دلوقتي تركيا ماشية مع أوروبا وأمريكا. فهمت إزاي؟ تركيا دلوقتي تمثل إيه؟ الاتجاه الأمريكاني في المنطقة، هي وقطر وإيران بين بين. فهمت إزاي؟ فهي السياسة بين كده. فيبدو إن هيبقى الجهة اللي جاية من تركيا جهة معادية للمسلمين. فهيخشوا يحاصروا لحد ما يفتحوا القسطنطينيه، ياخذوا على النظام الموالي للروم في تركيا. واضح؟ في الوقت ده اما ينتصروا بقى الحمد لله واخذوا على هذا النظام، يصيح صائح من الشيطان يبدو من الاعلام. الاعلام الشيطاني يقول لهم الحاو ده المسيح الدجال ظهر هيفتنكم في اهلكم، فيرجعوا جري على الشام. فهمت؟ يصلوا. ايوه ما... لان الامور استقرت هناك، هم خافوا على اهلهم بقى، يرجعوا يشوفوا اهلهم، لان المسيح الدجال ابتدى ايه يعيسوا في الارض فساد وينشر فتنته، ومعاه اليهود الايرانيين، ومعاه اليهود اللي موجود في فلسطين، ومعاه اليهود كمان اللي جايين من اوروبا ومن امريكا. واخد بال حضرتك؟ بعد كده يصلوا الفجر هناك في دمشق، ينزل سيدنا عيسى بن مريم في صلاة الفجر. واضح؟ فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشأم خرج. هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. عدو الله اللي هو المسيح الدجال، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث لا تأويل لها إلا الزمن، يعني أنت تقراها بس وتنتظر بعد كده يتشوفها في حال حياتك، يشوفوها ذريتك في حال حياتهم. لا تأويل لها إلا الزمن، والله أعلم. هتحصل إمتى؟ الله أعلم، لكن البوادر موجودة. لكن هتحصل إمتى التوقيت بالضبط كده وهذا الترتيب إمتى؟ ما نعرفش الآن. ونقف على باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، لأن تقوم الساعة إيه؟ على شرار الخلق، والروم حيبقوا هم المتزعمين للكفر. فهمت إزاي؟ أكثر الناس يعني قوة، أموالا، عددا ربما. فهمت؟ لأنه قاعدين يسيطروا على كل ثروات البلاد ويحطوها في خزائنهم. فنسأل الله أن يسلمنا من كل سوء، نحن وسائر المسلمين وذريتنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.